محمد زرواطي مباشرة دخول الملعب، كيفاش هي الأجواء؟ دخول الملعب في الحقيقة كنا في الإشي مع درنا الإشي مع البارح مع ديليغي دو ماتش ومع المراقب الحكام. اللي جينا هنا كي جينا خرجنا من التدريبات قلنا لهم شوفوا الفيستير تاع الليبان. في الحقيقة الفيستير ما تقدرش تدخل ليها، يوجد حاجة غريبة غريبة، ريحة غريبة غريبة جدا جدا جدا. اللي راني في حياتي تقريبا 60 عام عمري ما شفت الرائحة هذه. ولكن قلناها في الاجتماع البارح، قلناها للديليغي، قال لك سوف نتخذ اجراءات لتصحيح هذا الفيستير ونقوها. ولكن حموش لحمو كيتخلوا كاين نفس الريحه. هذا في لا ديسيزيون اللي كانت مرفوضه، وهو ان لو كان لقاو لي فيستير عاد في ليطا هذا، سوا يبدلوا ليكيب ريسيفون تولي لي فيستير تاع ليكيب فيزيتوز والعكس. ما قال لي لقاو فيها اغا ميت، هذا اللي راه لقيتو غير من جينا حنا ومن قبل ما كنتش نشمو الريحه هذه. هذه مانيش عارف اللغه هذه اللي لقاها ميته، مانيش عارف كيفاه. شنو نقولها انايا، والله شي غريب جدا. لما جيت تلعب في هذا الافريقيا تلقى شي عجيب، شي عجيب. ان شاء الله ربي يدير الخير ان شاء الله. وكيفاش كان محسنين رسانهم اللاعبين ستاف كيف تحسين كيف؟ التحسين واش نقول لك، التحسين الحمد لله راهو اللاعبين واعيين بالمسؤوليه، وان شاء الله نتمنوا النقاط ثلاثه، ان شاء الله كاليفيكاسيون ندوها معنا ان شاء الله. وهذه هي.